كيف كان يتعامل مع عائشة رضي الله عنها ومع زوجاته؟ لما كانت ترفع صوتها عليه إيش كان يسوي صلى الله عليه وسلم؟ لما كانت تقول له والله إني لا أعلم أنك تحب علي وفاطمة أكثر مني ومن أبي، تعلي صوتها وتكرر 3 مرات أنت تحب علي وفاطمة أكثر مني ومن أبويا. فيجي أبو بكر زعلان يقول لها لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله، ويهم يبغى يضربها. فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما ويقول ما لهذا دعونك. شوف مع أنه يعني حما، والمفروض يعني المنطق يقول شفتي هذا أبوك معايا، هذا المنطق. ويخرج مغاضبا أبو بكر، فيجي صلى الله عليه وسلم يشوفها، ومين الغلطان؟ مين اللي قاعد يرفع صوته على مين؟ فيجي كشها يقول لها كده أرأيت كيف أنقذتك من الرجل، شفتي كيف كان يبغى هذه القوامة، هذه القوامة.